أقوال مأثورة. سلمان الفارسي رضي الله عنه: إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل المريض معه طبيبه والذي يعلم داءه ودواءه، فإذا اشتهى ما يضره منع وقال لا تقربه، فإنك إن أتيته أهلكك، فلا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه. وكذلك المؤمن يشتهي أشياء كثيرة مما قد فضل الله به غيره من العيش، فيمنعه الله عز وجل إياه ويحجزه حتى يتوفاه فيدخله الجنة. وقال أيضا: العلم كثير والعمر قصير، فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك ودع ما سواه.